لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. أهلا بيكم، منورين الدنيا كلها ومنورين مسلسل النهاردة. منورنا، كلمنا عن الدور الجميل اللي حضرتك عامله في مسلسل المدرسة. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. كل سنة وحضراتكم طيبين، لأول شهر مبارك كريم على حضراتكم، وبإذن الله العيد على الأبواب، يا رب يجعله عيد مبارك مع الأهل والأحبة كلهم. دور عماد هو هي يعني تفاصيله كلها تبان في الحلقة الأخيرة، بس أي نعم في بعض التفاصيل، إن في شكوك حوالين عماد، وفي أسئلة يعني استعجاب عن الشخصية في حد ذاتها، بس المسلسل كله كل الشخصيات كده، كل الشخصيات بغض النظر ان احنا بنتكلم على قضية معينة، وقضية السحر والشعوذة، وان ازاي الانسان من منطلق الخير لمنطلق الشر، هو كل شخصية في المسلسل هي بتتكلم على الفكرة دي. كل انسان ليه جانبين، جانب الخير وجانب الشر بتاعه، حتى لو الشر ده كان الدوافع ليه مقنع. فهو دور عماد برضو بنفس الفكرة ديت، ولما هيأذن بإذن الله يا رب الحلقة اللي هيبان فيها الكاركتر وأبعاده، هتفهموا كل واحد عذره إن من منتهى القهر بتكون من منتهى الشر. شخصية عماد بوضع جانب رومانسي شوية كده، كلمنا عن الجانب الرومانسي اللي في الدور، بجانب اللي برضو في توستاية الجمهور حاسس إن هي تحصل كده. يعني هو عماد رومانسي، بس عماد بتالي هي باينة، عماد شاب مكسور أو شاب جواه حزن، والحزن ده باين في تصرفاته. يعني بلاش أقول تفاصيل أكتر من كده عشان ما أقعش بلساني ونخلينا في الأمان. هيبان دوافعه، بانت ملامحها في الأول، بس الشخصية بالكامل انتوا جايين النهاردة تحضروا اللحظة دي. يعني انتوا جايين النهاردة في اللحظة دي نحن نصور، فربنا يوفقنا. لا، الدور الحقيقة تحضيره كان يعني هو في حد ذاته كان تحضيره صعب. استاذ احمد سمير فرج الحقيقة يعني أدين بالفضل ليه في كل شيء، عشان هو اللي اتفقنا مع بعض ان هناخد السكة ديت، وهي السكة اللي اخدها بشكل هادي، انسان عارف يتحكم في انفعالاته وعنده فلتات شوية، بتعرف تبان منه ان هو ليه بيتصرف بالشكل ده. لغاية دلوقتي انت لا تجزم ان هو مين عمل ايه، هل هو اللي ورا اختفاء الذهب، هل هو اللي ورا حاجات كتير. في آخر ثلاث حلقات هتعرفوا كل حاجة، مش عن عماد فقط، عن كل الشخصيات. مفيش شخصية في منتهى الطيبة أو منتهى الشر، كلنا باللي قاعدين في الأوضة دي، أي إنسان بيتعرض لقهر في الحياة ممكن القهر ده يخليه إنسان مؤذي، فهو ده اللي هيبينه عماد. بس كتير من